صباح الخير لكل مشاهدي مريم تي في ولمشاهدي برنامج كوفي بريك يلي بيطل عليكم من الاثنين للسبت الساعة 8:30 الصبح، وإذا ما لحقتوا تحضروا فيكم تشوفوا الإعادة الساعة 6 المساء، وفيكم تتابعونا كمان خلال الرابط المباشر على صفحة مريم تي في على الفيسبوك أو من خلال اليوتيوب. ودايما بنتمنى أنه فقراتنا المتنوعة والمختلفة تكون عم تفيدكم وتسليكن. منبلش بخبريتنا الأولى، بفقرتنا الأولى خبرية وحكمة. في رجال بده يبيع بيته وينتقل لبيت أفضل، فقصد أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير بأعمال التسويق، وطلب منه يساعده بكتابة إعلان لبيع البيت، وكان الخبير بيعرف البيت كتير منيح، فكتب وصف مفصل عن البيت أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة، ووصف التصميم الهندسي الرائع، وبعدين كتب عن الجنينة وعن حمام السباحة وعن كل شيء فيه بالبيت، وقرأ الكلمات الإعلان لصاحب البيت يلي كان عم بيصغي له باهتمام شديد، وقال له رجاءً رجع عيد قراءة الإعلان. ولما أعاد الكاتب القراءة صرخ الرجال شو هالبيت الرائع، قضيت كل عمري أحلم إنه أملك مثل هيدا البيت وما كنت عارف إني عايش فيه لوقت ما سمعتك عم توصفه. وبعدين ابتسم صاحب البيت وقال لكاتب الإعلان من فضلك ما تنشر الإعلان فبيتي غير معروض للبيع. العبرة بتقول إنه لما تعد النعم والبركات يلي عطاك إياها الله، وإذا كتبتها وحدة ووحدة رح تكتشف إنك بتملك الكتير. ولما نقول بتملك مش بالضرورة بس تكون بتملك الأمور المادية، وأكبر نعمة ممكن نملكها هي السلام بقلبنا رغم كل ضجيج العالم، لأنه وحده هالسلام بخلينا نحمل ونتحمل كل ضجيج العالم، وما لازم أبدا نضل نشكر الله على كل نعمة عم يعطينا إياها. ننتقل مشاهدينا هلأ للفقرة الثانية، بصمة نسائية. أنت كمان فيك تكون قديس. والأم تريزا دو كالكوتا إنسانة مثلي ومثلك ومثلك وصارت قديسة، إنسانة متواضعة وما بتملك شيء إنما بتملك الحب يلي وحده كان كافي إنها تترك بصمة بحياة الآلاف وبالعالم. وهي يلي كانت تقول لا يمكننا في هذه الدنيا أن نقوم بأعمال عظيمة، بل يمكننا فقط أن نقوم بأعمال صغيرة بحب عظيم. ولدت الأم تريزا ب 27 آب 1910 بألبانيا. والدها كان متعهد بناء والوالدة ربت بيت، واتنيناتهم من الكاثوليك المؤمنين يلي بيصلوا وبيروحوا على الكنيسة كل يوم. بطفولتها أكتر شيء أثر فيها هو كرم العائلة الشديد ومساعدتها ورعايتها للفقراء بمكان إقامتها، وهيدا يلي طبع حياتها كلها. لما صارت بعمر ال 12 سنة أدركت أنه رسالتها هي مساعدة الفقراء والمحتاجين، فقررت أنه تصير راهبة، وارتحلت لهيدي الغاية لدير رهبات أخوية لوريتو بإيرلندا حيث رسمت راهبة مبتدئة. وبعد عام أرسلت إلى دير تابع لهيدي الرهبنة بمدينة دارلينغ بالقرب من كالكوتا بالهند. بأحد الأيام من عام 1946 وهي مسافرة بالقطار لدارلينغ، شافت رؤيا ظهر فيها الرب ودعاها لخدمته بين أفقر الفقراء. أثرت فيها هيدي الرؤيا كتير، بل إنها غيرت حياتها للأبد. وبأول عام 1948 تلقت الإذن بمغادرة الدير والذهاب إلى أحياء كالكوتا الفقيرة لإنشاء أول مدرسة إلها. والأخت أنياس وهي تلميذة سابقة إلها بدير دارلينغ التحقت فيها، فصارت أولى أتباع الأم تريزا.
وبعدين تعبت تبعتها رهبات كتار حبوا كمان يخدموا الرب عن طريق رعاية الفقراء. تعاونت الأم تريزا مع السلطات الرسمية بكالكوتا، فحولت جزء من معبد كالي، آلهة الموت والدمار عند الهندوس، لمنزل لرعاية المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء والعناية فيهم بأيامهم الأخيرة حتى يموتوا بكرامة ويحسوا بالعطف والقبول بدل البغض والرفض من مجتمعهم. وتوالت بعد هيدا الشيء المؤسسات يلي أنشأتها الأم تريزا، فأقامت القلب النقي وهو منزل للمرضى المزمنين أيضا، ومدينة السلام وهو مجموعة من المنازل الصغيرة لإيواء المنبوذين من المصابين بأمراض معدية. ثم أنشأت أول مأوى للأيتام. وازدياد المنتسبات إلى رهبنة الإرسالية الخيرية، أنشأت الأم تريزا مئات البيوت المماثلة بطول الهند وعرضها لرعاية الفقراء ومسح جروحاتهم وتخفيف آلامهم. والأهم من هيدا كله، خلتهم يشعروا بأنهم محبوبين ومحترمين كبشر. عام 1965 منح البابا بولس السادس الإذن بالتوسع والعمل بكافة أنحاء العالم، ومش بس بالهند. وصار عدد المنتسبات إلها بيزداد، وفروعها بتشمل معظم دول العالم الفقيرة أو يلي بتشهد حروب ونزاعات. ومن أعمالها المشهودة إنها استطاعت خلال الاجتياح الإسرائيلي بلبنان عام 1982 إنه توقف إطلاق النار لمدة معينة حتى يتمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ 37 طفل مريض كانوا محاصرين بإحدى المستشفيات. حظيت الأم تريزا بإعجاب العالم ونالت العديد من الجوائز تقديرا لخدماتها الجليلة. ولما تسلمت جائزة نوبل للسلام، طلبت إلغاء العشاء التقليدي يلي بتقيمه اللجنة، وطلبت أنه يعطى المبلغ لتنفقه على إطعام 400 طفل هندي فقير طوال عام. وتوسعت الإرسالية الخيرية يلي أنشأتها الأم تريزا، وصارت بتضم 570 مركز لخدمة المرضى والفقراء حول العالم، إضافة إلى ما يزيد عن 100,000 متطوع بمراكز تتولى العناية بمرضى الإيدز والبرص وغيرها من الأمراض المعدية وغير القابلة للشفاء. إضافة لهالشي، كانت تعمي مئات الآلاف من الجائعين والعاجزين، ومراكز للرعاية الاجتماعية ومقاوي للأيتام والمدارس. عام 1985 بلشت صحة الأم تريزا تدهور، وبالخامس من شهر أيلول عام 1997 توفيت الأم تريزا ناهية كفاحها من أجل حياة إنسانية أفضل. ومن أقوالها: أنا أعرف أن الرب لن يحملني ما لا أقدر أن أحتمل، تمنيت لو أنه لا يثق بي كل هذه الثقة. وقول تاني لإلها كمان: الجوع إلى المحبة أعظم من الجوع إلى الخبز. وكمان قول تالت للقديسة تريزا بيقول: لا تخشوا أن تحبوا حتى يوجعكم الحب، فلكي يكون الحب صادقا يجب أن يوجع. بالرابع من أيلول وبساحة القديس بطرس بالفاتيكان يلي امتلأت بآلاف الجموع، هيدي الساحة يلي بتعبق بالقديسين برائحة القديسين والقديسات، صار عنا قديسة جديدة. ننتقل مشاهدينا هلأ لفقرة نشاطات من لبنان والعالم. منبلش مشاهدينا بالنشاط الأول. نظم مركز سرطان الأطفال ببيروت AUBMC احتفال مسار الفرح Path of Joy التاسع، والأول بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا والظروف أكيد اللي عم بيشهدها لبنان. وتم الاحتفال بقاعة عصام فارس بالمركز الطبي للجامعة الأمريكية، ووزع خلاله شهادات على 16 تلميذ عم بيتابعوا أو أنهوا علاجهم بالمركز،
ونجحوا بامتحانات الشهادة المتوسطة البروفي والثانوية العامة البكالوريا لسنة 2022. وحضر الاحتفال وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة الأمريكية ببيروت الدكتور فضل خوري وممثلو المركز الطبي للجامعة الأمريكية وبعض الجامعات ورئيس مجلس أمنا ورئيس الهيئة التنفيذية لجمعية مركز سرطان الأطفال بلبنان الدكتور سيزار باسيم، كما وحضروا أعضاء مجلس أمنا المركز والمديرة العامة للمركز وعدد من الأطباء وأعضاء الهيئة التمريضية وفريق عمل مركز سرطان الأطفال بلبنان، إضافة أكيد إلى الخريجين وزويهم. وشمل برنامج الاحتفال أغنيات وقصائد ولوحات رائسة وتمثيلية قدمها أطفال المركز. كذلك أقيم على هامش الاحتفال معرض لرسوم أطفال المركز عبروا فيه من خلاله على المراحل يلي بيمرقوا فيها خلال سنين علاجهم. ننتقل للنشاط الثاني. افتتح رسميا المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة The Lebanese Independent Film Festival بنسخته السادسة لدورة 2022 برعاية السفارتين الكندية والسويدية ببيروت، ويلي امتد على 3 أيام بستيشن بيروت وبحضور حشد من المخرجين والممثلين والإعلاميين. بعد المرور على السجادة الحمراء وسط التصوير والمقابلات، كانت كلمات لكل من مؤسس المهرجان ومديره المخرج اللبناني الفرنسي جوتيه رعد والمخرجة الأمريكية دانيتا ويليامز تريغ والمديرة الفنية للمهرجان المخرجة باميلا نصور. وشدد رعد بكلمته على البعد الإنساني للمهرجان ويلي من أهدافه نشر الإيمان بحقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة والأقليات والتنوع والتسامح والشمولية. وعم نشوف سوا صور من المهرجان. صورة الحشد يلي كمان شارك بالمهرجان. ننتقل مشاهدينا لنشاطنا الثالث. افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية هيفا النجار معرض عمان الدولي للكتاب، وشارك بالمعرض يلي حافظ على شعار القدس عاصمة فلسطين نحو 400 دار نشر محلية وعربية ودولية، سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة من بين مصر والسعودية وقطر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا وبريطانيا، إضافة إلى الأردن وغيرها كتير من البلاد. شكل المعرض بدورته 21 منصة ثقافية عربية جمعت عشاء القراءة بالكتب والكتاب، ومؤتمر ثقافي جمع أطراف صناع النشر بالعالم العربي، كما ونظمت العديد من الندوات. واختارت إدارة المعرض الأديب والكاتب الأردني وليد سيف شخصية المعرض الثقافية، وذلك احتفاء بما قدمه من أعمال أدبية ودرامية متميزة وتتويجا لمسيرته الأدبية والإبداعية يلي تميزت بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل. وخصصت إدارة المعرض ولأول مرة بهيدي الدورة قاعة مستقلة لنشاطات الأطفال بتضم دور للنشر محلية وعربية وقاعة لنشاطات الأطفال منفصلة عن المعرض وضمت مسرح وقاعات للرسم والقراءة وألعاب تعليمية. كما وخصص المعرض ركن لجمعية لونها بالأمل، وهي جمعية تعنى بتعليم فنون الرسم للأطفال من مصابي التوحد والداون سيندروم وذوي الإعاقة السمعية والحركية ومرضى السرطان، إضافة إلى كبار السن ببيوت المسنين. نشاطنا الرابع لليوم من أمريكا. موظفة بمكتبة عامة أمريكية جمعت طوال سنوات فواصل نسيها القراء داخل كتب استعاروها ليتذكروا الصفحة يلي وصلوا إلها، لكن منها فواصل عادية بل بتحكي ذكريات عن فصول وصفحات من حياة أصحابها.
فمثل ما مبين بالمعرض المقام لها صور عائلية وتذاكر لحفلات موسيقية وقصائد وقوائم تسوق. وقالت شارون ماكالر يلي تولت تنظيم المعرض بالمكتبة العامة يلي بتعمل فيها بأوكلاند، إنه هيدي المجموعة من فواصل الكتب تحكي بطريقة مختلفة وغير متوقعة ومرتبطة بالمكتبة قصة سكان هيدي المدينة. وحرصت ماكالر من سنوات على الاحتفاظ بكل الأشياء يلي كانت تلاقيها بالكتب المعادة إلى المكتبة، وأوضحت إنها أرادت إنه تتيح للآخرين الاطلاع على شي بيثير اهتمامها شخصيا وتتوقع إنه يثير فضول الآخرين. وهون بالصورة عم نشوف الفواصل يلي كانت تجمعها. بلشت ماكيلر بتكوين مجموعتها قبل 10 سنوات، ثم أطلقت مدونة عن هيدا الموضوع قبل ما تتيح إلى المكتبة العامة، بعد ما أصبح عندها هي موقع إلكتروني جديد أتاحت إلى المكتبة فرصة إنه تعرض غلتها. وبين الفواصل المعروضة أمور صنع الأطفال يدويا، وصور التقطت بعيد الميلاد، ورسائل مكتوبة غير مكتملة، وكلمات حب، وبطاقات شكر بريدية. نوصل مشاهدينا لنشاطنا الخامس والأخير. ليلة صيف كان عنوان مهرجان بلدتنا العيد 3 على مدرج ذو مكايل الروماني، وذلك برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار، وبدعوة من رئيس بلدية ذو مكايل قليب عينه، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير الثقافة بسام المرتضى ممثلا بمديرة المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والعسكرية والممثلين والإعلاميين، وحشد كبير من الجمهور قارب 4000 شخص. وتميز الحفل بلوحات غنائية مع الموسيقى التصويرية مكتوبة لعدة مسلسلات درامية لبنانية، وهي من أعمال المؤلف الموسيقي والشاعر جزاف مراد نجم المناسبة كلاما ولحنا. وهو يلي وكانت قيادة الأوركسترا المؤلفة من 35 عازف وناشئ و25 منشد، كمان كانت بقيادة المؤلف الموسيقي جزاف مراد. أما ضيف الحفل فكان الفنان الممثل جهاد الأطرش، وأحيا اللوحات الغنائية باسكال صقر، معين شريف، هشام الحاج، ناجي القسطى، نادر خوري، جوزيف أبو ملهب، هادي ضو، زياد أبي خليل، وكريم نصر. وأما رنا زيدان فأدت الرقص التعبيري. قدمت الحفل الإعلامية كلود صليبة، وتم نقله على شاشة الـ LBCI وتلفزيون لبنان. والمسؤول الإعلامي ومنظم الحفل فكان للزميل الإعلامي شربل سلامة. والمهرجان هو العمل الأول من نوعه من حيث الفكرة متعلقة بالموسيقى التصويرية، وشارت المسلسلات عبر شاشات عملاقة بتحاكي النجوم من خلال مقاطع لبعض المسلسلات التلفزيونية، وتلا الحفل 10 تقليدي. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة كافي بريك لليوم، ودايما بحب أختم الحلقة بجرعة أمل، جرعة تفاؤل، وجرعة حب. مشاهدينا ما تخلوا قساوة الأيام تقسي قلوبكن، وما تخلوا الجروحات تحولكن لجماد، ما تخلوا الألم يبعدكن عن الناس. تذكروا دايما أنتو إنسان، أنتو مجبولين بالحب لأنه الله هيك خلقنا، فما تموتوا الحب يلي فيكن وتصيروا رقم عايش بهالحياة. وأنا بشوفكن بحلقة جديدة، إن الله راد، والله معكن.